هنا كانت البداية تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء أول وأكبر مصنع لإنتاج الأدوية الهرمونية. قدرة تكلفة هذا المصنع ما يقارب من 4 مليارات جنيه، وذلك لتوطين الصحة الإنجابية ومستلزماتها داخل مصر. إحنا دلوقتي في خط الأقراص. خط الأقراص هنا عندنا خطين متماثلين من أول مناطق التحضير لحد مناطق إنتاج المنتج التام. من أول التحضير لحد المنتج التام، الطاقة الإنتاجية بتاعت خط الأقراص في اليوم بمعدل 200,000 وحدة دوائية، يعني نقدر نقول في السنة بمعدل 60 مليون وحدة دوائية. طبعاً إحنا من المصانع الفريدة في الدولة في إنتاج المستحضرات الهرمونية، اللي هي نقدر نقول بتضاهي المستحضرات العالمية والبراندات العالمية، اللي هي بتيجي استيراد بأعلى تكلفة. بالأقديمة بتوفر المنتجات الهرمونية ديت بنفس الجودة وأقل تكلفة عشان يستفيد منها طبعا المواطن المصري. احنا هنا جوه واحد من المعامل الموجودة في مصنع قديمة. لو بنتكلم على دور الرقابة والمعامل، في الحقيقة دور المعامل موازي لدورة حياة المستحضر، بدءا من المستحضرات الأولية والمواد الخام، مواد التعبئة والتغليف، انتهاءا بالمستحضر النهائي ومرورا بكل مراحل الإنتاج. الحقيقة المعامل بتبقى مختصة بتحليل كل مرحلة من مراحل الإنتاج، المدخلات بتاعتها والمخرجات بتاعتها، بتسلم الدواء من مرحلة لمرحلة تانية، تأكد ان كل مرحلة منها مطابقة للمواصفات والمعايير الموجودة والمطابقة للمواصفات الدولية. تم اعتماد المصنع من قبل منظمة الايزو في 9001، إدارة الجودة ال 45,000، نظام السلامة والصحة المهنية ال 14,000، نظام إدارة البيئة. تهدف الشركة كمان للاعتماد من الجهات الخارجية زي وزارة الصحة الإماراتية. تم اعتماد المصنع في الدور التصنيع الجيد شهر يناير سنة 2022.